مرحب ورمضان كريم. بمدينة بيروت وقديما عند حلول هيدا الشهر كانت تنصب على مدخل دار الإفتاء وأبواب المساجد أقواس النصر يلي هي مصنوعة من سعف النخيل، وبتنرفع يافطات الترحيب برمضان يلي بتحتوي على الآيات القرآنية الكريمة من وحي المناسبة. والجدير ذكره أيضا أنه درجة العادة خلال الحقب العثماني بتزيين دار الولاية والدار السرايا والقشلة والمؤسسات الرسمية بكافة أنواع الزين. بالنسبة لقناديل رمضان ما كانت مختصرة القصة على إضاءة المساجد وتزيينها بس، بل كان لها استخدامات تانية قبل ما يوصل للمقادم مكبرات صوت مثل يومنا هيدا. فكان ينوضع على أعلى المقادم إنديل كبير بيتم إضاءته عند أذان المغرب لإعلام الناس بموعد الإفطار، بحين كان ينطفى بموعد الإمساك ووقف الناس هون عن الأكل والشرب. أما تزيين الشوارع فكان أبرز أشكال زينة رمضان هو تزيين الشوارع والمساجد بسلاسل لمبات، وفي ظاهرة لافتة بتعبر عن التعاون من أبناء الحي. فكان أهالي منطقة معينة ببيروت تتشارك بشكل كبير بتحضير الزينة وتركيبها، فبيبلشوا بدعوة بعضهم على هالموضوع قبل أسابيع من رمضان ليتطوعوا بكل حب وتعاون بشراء الزينة من مال خاص لحتى تصير جاهزة للتعليق. وهون معلم عجقة البيارتي، هيدا يلي بيطلع على السلم، وهودي يلي بيطلعوا عبلاكين البيوت، وناولني لهون وهات لقلك، وكله كرمال زينة هالشهر الفضيل يلي بتعم بحالة السرور والتعاون عند أهالي وأبناء المنطقة. وهو مش بس الشوارع يلي كانت تتنور، بل النفوس والقلوب.